حوالين اللواء أبو بكر الجيش. مساء الخير يا سيادة اللواء. أستاذة رشا مساء الخير. بيوصلك الكلام الحلو اللي أنا بقوله عن حضرتك ولا لأ؟ لا أنا بيوصلني كل كلامك. كتر خيرك. الله يخليك. أنا بمسي على حضرتك وكل ضيوفك الأعزاء. أهلاً وسهلاً. والحلقة المهمة جداً جداً. لأن دايما كلنا عارفين إن ده أكبر تحدي بيواجه مصر. صحيح. أنا من سنة وأنا بقول إن ده أو أكتر من سنة بقول إن ده أكبر تحدي بيواجه مصر، أكبر من الإرهاب وأكبر من التباطؤ الاقتصادي وأكبر من كل مشاكلنا. والحمد لله إحنا اكتسبنا دعم كبير جدا من سيادة الرئيس، خاصة في مؤتمر اسكندرية لما سيادته قال إن ده فعلا أكبر من الإرهاب، وسيادته قال ان احنا كنا بنتعامل مع هذا الموضوع باستحياء. وده تحول كبير جدا في الدعم السياسي لكل العاملين في هذا المجال، اللي كل اللي قاعدين قدام حضرتك واحنا يعني اعتبرنا ده حاجه كبيره كده. انا بس عايز اضيف حاجه زياده عن اللي اتقال في الحلقه دلوقتي، ان هي تاخدنا لمنطقه تانية. ان اتقال في الحلقه دلوقتي ان اللي بيجيبوا اكتر المواليد هما اكتر الناس الافقر، وده مش عندنا بس، في كل بلاد الدنيا ودول موجودين في الصعيد، في الصعيد وفي ريف بحري وفي الاطراف اللي هي الوحدات الصحيه فيها لا يمكن تكون بتقدم خدمه للناس دول. والناس دول اللي بيجيبوا لنا المواليد ما هم لا بيسمعوا التلفزيون ولا بيتوعوا، العالم كله واجه هذا بالاتصال المباشر. اتصال مباشر يعني ايه؟ يعني حد يخبط على الباب ياخد الست من ايدها يوديها الوحده تلاقي طبيبه او طبيب، مش مهم يبقى طبيب او طبيبه، حد قادر على تقديم هذه الخدمه البسيطه. احنا عندنا كل محافظه النهارده فيها جامعه، والجامعه ايه المشكله؟ يبقى فيها معهد تمريض عالي للبنات يخشوه في جامعاتهم. وتتواجد المشكله اللي عند وزاره الصحه دلوقتي انها تلاقي اطباء يروحوا الاطراف دي ويقعدوا فيها ويقدموا خدمه كويسه للناس اللي بتروح لهم. هي دي يعني استاذه رندا كانت لسه بتقول عن مبادره مع وزاره الصحه بدات تطلقها لعوده الممرضات والخبرات اللي تم يعني الاستغناء عنها، ان تعالوا تاني احنا عايزينكم عشان نستخدمكم. يا استاذه رشا، يا استاذه رشا، بلد بتواجه هذا التحدي، ما قدمناش غير هذا الطريق. بنجلاديش من 20 سنه كان الاسره 8 تنفار، النهارده الاسره 2.4 بالاتصال المباشر. صحيح. ان احنا نروح للي بيجيبوا لنا الولاد دول ونخبط عليهم وناخدهم نوديهم الوحده، ونلاقي في الوحده حد يقدم خدمه ممتازه، مش مهم يبقى دكتور. وكمان احنا بلد زينا لازم تصنع كل ما هو بيستخدم في هذا المجال، وده مش شيء صعب، ده مش شيء صعب ابدا. النقطه الهيكليه بقى والتنظيميه اللي كنتوا بتتكلموا فيها المحترمه، ان فعلا السكان دول مش مشكله وزاره الصحه، دي مشكله البلد. فالمجلس القومي للسكان لابد ان يخرج من عباءة وزارة الصحة ليكون حاجة اكبر من كده شوية. وزارة الصحة عندها دور مهم جدا، بس دور محدود وليس في صناعة السياسات وليس في تقييم الوضع اللي بيحصل ونجاح الناس في ايه اللي نجح وايه اللي ما نجحش. وزارة الصحة عليها دور مهم جدا في حتة تقديم الخدمة. صح. تقديم الخدمة وتوفيرها. لا أنا عايز أقول حاجة تانية كمان بصراحة يا سيادة اللواء، يعني أي وزير صحة في بلد زي بلدنا عنده مشاكل لا يمكن لأحد أن يتحملها، أصعب وزارتين الصحة والتعليم، فعبء مشكلة كبيرة أيضا كزيادة سكانية، دي محتاجة زي ما حضرتك تفضلت شغل جامد جدا. ده كمان عنده مجلس قومي الطفولة والأمومة. يعني ففكرة الفكرة اللي حضرتك بتقولها مهمة جدا يا سيادة اللواء. في تعليق آخر يا فندم؟ في المجلس القومي للطفولة والأمومة عمره ما كان تبع وزارة الصحة. تبع وزارة الصحة. تبع وزارة الصحة. تبع وزارة الصحة. إن كان لوحده وجد وزيرة غابته جوه وزارة الصحة. أنا مستغربة لأن المجالس القومية دي كانت مستقلة. أوضاع غريبة جدا، لابد أن تصحح. صحيح.
انا بشكرك سياده اللواء ابو بكر الجندي رئيس الجهاز العام للتعبئه العامه والاحصاء. شكرا يا فندم. وانا كل مره يعني بيجي على ذهني صوره هذا الرجل وكلني له احتراما وتقدير شديد، لان يوم ما كنا قاعدين في القاعه وبتعلن المؤشرات الخاصه بالتعداد السكاني، في فرق كبير جدا بين ان انا اكون عندي تصور ما وان عندي معلومه يقينيه ومؤكده بتقول كذا، فرق كبير جدا. عشان كده الناس اللي عملت الشغل ده يعني عملت اللي عليها، احنا بقى ناخد هذه النتائج وهذه المؤشرات ونشتغل عليها. احنا طبعا تعليقا على